نصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وقبل ما نبدأ فقراتنا، زي ما احنا عارفين ان دلوقتي الناس بتستعد اللي هي تنزل شغلها، عشان كده يهمها كويس قوي تعرف وتطمن عن احوال المرور. هناخدكم دلوقتي في جولة نعرف فيها تفاصيل وحالة المرور في مناطق مختلفة من جمهورية مصر العربية. وبنأكد في البداية ان الإدارة العامة للمرور بتنشر الخدمات على طول الطرق الرئيسية المختلفة للتعامل مع اي طارئ او اي حالة عطل حركة المرور. خلونا نبدأ جولتنا من محافظة القاهرة، وتحديدا من عند نفق الأزهر اللي بيشهد يعني كثافات بسيطة في حركة المرور للقادم من ميدان أو من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس. ونفس الأمر بتظهر يعني زي ما احنا شايفين بعض الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس أيضا. تعالوا نروح كمان لطريق آخر، هنلاقي فيه كثافات في بعض المسطحات أو المسطح الأرضي تحديدا شارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية بمطلع منزل كوبري أكتوبر. وأعلى الأوتوستراد هنلاقي إن فيه كثافات مرورية، وإن كانت كثافات نسبية ده بتزيد بعد شوية للقادم من مناطق حلوان والمعادي والمقطم، وكذلك بعض الكثافات البسيطة، وده طبعا علشان خاطر الناس كلها بتنزل دلوقتي في اتجاهها للشغل. هنلاقي ان في بعض الكثافات البسيطة في امام السيارات القادمة من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات اخرى بالاتجاه العكسي للطريق من ميدان التحرير لمدينة نصر بمحور النصر وصولا للمنصة. وظهرت يمكن بعض الكثافات ايضا بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا الى الطريق الدائري. طيب نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة، وتحديدا نروح لشارع السودان اللي بيشهد بعض السيولة المرورية. ولو فضلنا ماشيين لحد ما نوصل لجامعة القاهرة تحديدا عند كلية الآثار هنلاقي هناك بعض الكثافات المرورية البسيطة. في الدقي كمان بيشهد الطريق هناك حالة من السيولة من الدقي، منطقة الدقي لحد كوبري قصر النيل وميدان التحرير. طيب نروح لمحور آخر وهو محور صفت اللبن للمتجه من الطريق الدائري وصولا لشارع السودان. هنلاقي هناك ان في بعض كثافات مرورية متحركة، ويفضل في الأمر ده التوجه لمحور عرابي للقادم من الدائري ورايح للمهندسين أو الدقي. نفس الأمر هنلاقيه موجود بكوبري عباس عند جامعة القاهرة والجيزة، لأن هناك في بعض الكثافات اللي بتظهر في محيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات، وده الأمر الطبيعي جدا علشان فترة الدراسة اللي موجودة ووجود بعض الطلبة هناك. طيب الإدارة العامة لمرور الجيزة بتراقب حركة مرور السيارات، وده كمان بواسطة كاميرات مراقبة حديثة منتشرة بمحيط يعني كل التحويلات المرورية، ده لمنع الزحام وجود تحويلات أخرى يمكن اللي هو يعني الإدارة بتقوم بدل المواطنين عليها أثناء عملية الغلق الكلي لشارع الهرم اللي موجودة حاليا لإنشاء محطة مترو مدكور. بداية ده من أمام يعني مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان حتى الجهة المقابلة، وده بطول ما يقرب من 500 متر تقريبا. وفي الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة، ودي مرحلة الإنشاءات اللي موجودة في محطة مترو الأنفاق اللي موجودة في شارع الهرم. طيب نكمل مع حضراتكم جولتنا المرورية ونروح للإسكندرية، لأن زي ما احنا شايفين هنلاقي هناك في كثافات بسيطة موجودة عند شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي، وكمان في كثافات في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعة إلى حد ما عند الإشارات، ده بطول الكورنيش أمام يعني السادة مرتدي السيارات الخاصة بهم. طيب نروح للطرق المؤدية للجامعة اللي بتشهد كثافات مرورية بسيطة، جامعة الإسكندرية، لكنها بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وده وسط تواجد يعني خدمات مرورية مكثفة لتسهيل حركة سير الطرق ومنع التكدسات في جميع الشوارع الرئيسية بمحافظة الإسكندرية. نروح لمنطقة أخرى، نروح لأسوان ونتابع الحالة المرورية هناك في أسوان عند أهلنا الطيبين. هنبدأ من ميدان السادات، وتحديدا منها لشارع كورنيش النيل اللي بيشهد سيولة مرورية زي ما احنا متابعين على الخريطة. ده طول ما احنا ماشيين على طول الشارع هنلاحظ ان في كثافات مرورية يمكن بسيطة إلى حد ما عند منطقة الفنادق. طيب نروح لمنطقة السوق
في أسوان هنلاقي أن هناك في تمركز للشارع ده بيشهد حالة من السيولة المرورية. يعني نقدر نقول لأهلنا في أسوان أن الحمد لله الحالة المرورية هناك في الشوارع حتى هذه اللحظة فيها سيولة مرورية، وإن شاء الله تستمر لي يعني حتى بقية اليوم كله إن شاء الله.